تحدثنا في الفيديو السابق عن حملة الغوغاء التي تكسرت تحت أقدام السلاجقة الذين سحقوا بأيدي السلاجقة ومزقوا كل ممزق، وهذا ما دفعهم إلى تشكيل حملة جديدة منظمة تسمى حملة الأمراء. كانت هذه الحملة أكثر تنظيماً من حملة العامة، إذ بدت فيها الروح الحماسية واضحة، وتولى زعامتها عدد من الأمراء، لكل منهم اتجاهاته وجنده وسياسته الخاصة، مما جعل تلك الحملة في حقيقتها عبارة عن عدة حملات، ربما عملت أحياناً في اتجاهات متعارضة، ويمكن تقسيم حملة الأمراء إلى أربع مجموعات، اعتمد تنظيمها على التقسيمات الجغرافية، وكذلك على الوضع الجنسي واللغوي للعناصر المشاركة فيها. أما المجموعة الأولى فكان على رأسها جودفريد البويني وأخوه بالدوين، وكانا يتمتعا بخبرات عسكرية كبيرة. وبالنسبة للمجموعة الثانية كان على رأسها بوهيمد النورماني، وهو ابن روبرت جوسكارد الزعيم النورماني البارز، وقد قام زعيم هذه المجموعة بقيادة النورماني الإيطاليين. ثم المجموعة الثالثة وعلى رأسها ريموند كونت، وقد قاد جيوش جنوب فرنسا والبرتغال. أما المجموعة الرابعة فعكست الثقل العسكري لصليبية الأمراء، وفي نفس الحين حملت عناصر القوة والضعف في آن واحد، نظراً للتنافس والتناحر الذي توافر لدى القيادات العسكرية، وهو الأمر الذي سينعكس بدوره على أحداث تلك الحملة الصليبية. اليهود والحروب الصليبية. أمر اليهود في الغرب الأوروبي عشية قيام الحروب الصليبية، حيث نلاحظ أنهم مثلوا قوة اقتصادية ذات شأن كبير، واستقروا في المدن الكبرى لا سيما تلك الواقعة على خطوط التجارة العالمية كشمال الراين في ألمانيا. ونجد أن التجار اليهود قد حرصوا على إقراض من اتجه للاشتراك في الحملة الصليبية الأولى، أقرضوهم بفوائد باهظة كما هي عاداتهم، وكانت ظاهرة الربا منتشرة في ذلك الوقت. ولا ننسى أن اليهود منذ بداية المشروع الصليبي توجسوا منه خيفة على مصالحهم التجارية مع تجارة الشرق، ويذكر البعض أن اليهود الألمان في مناطق مثل ماينس وكولونيا جمعوا الأموال وحاولوا تقديمها لزعيم الحملة الصليبية الأولى من أجل إثنائه عن عزمه في المشاركة في أحداث تلك الحملة، خوفاً من تهديد مصالح اليهود التجارية في الشرق. ولذلك نظرت إليهم الدوائر الكنسية صاحبة النفوذ الكبير، نظرت الكنائس إلى اليهود في ذلك الوقت نظرة عداء وارتياب من خلال مواقفهم العدائية من المسيحية في تاريخها الباكر. فكان الصليبيون يخيرون اليهود بين الارتداد عن دينهم واعتناق المسيحية أو الموت، وقد ظهر عدد من القادة الذين قادوا هذه المذابح ضد اليهود من أمثال فولك وغوتشوك، وقد سقط المئات قتلى. على أي حال وبالمختصر، كان موقف اليهود في هذه الفترة ضد الحملات الصليبية ليس حبا في الإسلام والعرب والشرق الإسلامي، وإنما خوفا على مصالحهم. الإمبراطور البيزنطي وحملة الأمراء. تقدمت الجماعات الأربع المذكورة نحو الشرق، وكانت أولى الجماعات التي وصلت إلى الأراضي البيزنطية تلك التي كانت بقيادة بالدوين. ويلاحظ أن الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس أرسل رسله إلى بالدوين للاتفاق معه على ألا تتعرض بلاده للسلب والنهب مثل ما كان الأمر مع حملة العامة، وفي المقابل يقدم الإمبراطور للصليبيين المؤن والإمدادات اللازمة حتى يصلوا إلى مناطق السلاجقة، غير أن قوات بالدوين لم تلتزم بذلك واستباحت أحد المواقع البيزنطية. وقد طلب الإمبراطور البيزنطي من بالدوين أن يقسم له يمين الولاء والطاعة، وضغط عليه بأنه سوف يقطع المؤن والإمدادات عن الجيش الصليبي حتى أقسم له بالدوين بذلك، وتعهد بأن يرد للإمبراطورية البيزنطية ما فقد منها من مناطق. وتم نقل قوات بالدوين بالسفن البيزنطية إلى آسيا الصغرى، وكأن الإمبراطور البيزنطي لا يهمه سوى مملكته بيزنطة. أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية فقد كانت الإمبراطورية البيزنطية على جانب كبير من الخوف منها، وأقسمت هذه المجموعة للإمبراطور البيزنطي ألا تخرب شيئا من مناطق بيزنطة، وبذلك أمن لهم الإمبراطور السفن وجعلهم ينتقلون إلى الضفة الأخرى، وبذلك عبرت باقي المجموعات الصليبية بمساعدة الإمبراطور البيزنطي. بداية التوغل وسقوط نيقية.
اندفعت الجيوش الصليبية بعد العبور، اندفعت باتجاه نيقية للاستيلاء عليها نظرا لموقعها الجغرافي، إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة لشكل ذلك خطرا على خطوط مواصلاتهم مع بلاد الشام. وتوحدت أهدافهم وأهداف بيزنطة في هذه القضية بأنهم سيعيدوا هذه المناطق إلى الإمبراطور البيزنطي كما وعدوه. وعندما وصلت القوات الصليبية عاصمة دولة سلاجقة الروم، كان قلج أرسلان السلجوقي متغيبا عنها، وفرض الصليبيون الحصار عليها وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالسلاجقة، وهو الانتصار الأول لهم. وقد اتجهت الحامية السلجوقية للمدينة واتصلت بصورة سرية بالبيزنطيين، وتم الاتفاق على الاستسلام في مقابل ألا يتعرض أحد للسلب والنهب. وبالفعل فوجئ الجميع بارتفاع الأعلام البيزنطية فوق أسوار نيقية، وذلك في عام 1097 الموافق 491، وبذلك سقطت نيقية في أيدي البيزنطيين بعد 16 عاما من فتح السلاجقة لها، وأضحى بوسع الإمبراطورية التنفس بحرية بعد إجلاء السلاجقة عن هذا المعقل. وتوجه قلج أرسلان بعد سقوط عاصمته نحو قونيا، واتخذها عاصمة جديدة لسلطنته وقاعدة عسكرية للانطلاق منها والدفاع عن أراضيه، ثم بدأ يعد العدة لمواجهة الغزو الصليبي. معركة دور يوليوم. استأنف الصليبيون سيرهم بعد استراحة أسبوع على سقوط نيقية، استأنفوا سيرهم عبورا إلى طرسوس، وصحبتهم سرية من القوات البيزنطية، ثم قرروا تقسيم الجيش إلى قسمين لتسهيل عملية التموين أثناء الزحف والقضاء على المقاومة السلجوقية في أكبر مساحة ممكنة. وتقدم الجيش الصليبي بقسميه إلى منطقة السهول، وهناك كان الأتراك يتربصون بهم، ويعد هذا المكان مناسبا للأتراك السلاجقة لممارسة فرسانهم تكتيكهم العسكري. فانطلق الأتراك عبر السهل بخيولهم الخفيفة، وراحوا يلتفون حول القسم الأول الصليبي المتقدم، التفوا حوله دون أن يصطدموا به، وحرص الصليبيون من جانبهم على ألا يفرقهم الأتراك، وعلى ألا يفاجئوهم بخوض معركة لم يستعدوا لها. لذلك عسكروا قرب خرائب مدينة دور يوليوم، وظهر الأتراك في صبيحة اليوم التالي، وباشروا فورا تطويق الصليبيين والضغط عليهم. وجرى اشتباك بين الطرفين أسفر عن انتصار الصليبيين، ورجحت كفة الأتراك في بداية المعركة التي استمرت عدة ساعات قبل أن يصل القسم الثاني ويشترك في القتال. والقسم الثاني الصليبي هو الذي فاجأ الأتراك وفاجأ قلج أرسلان، وبذلك انسحب قلج أرسلان إلى داخل هضبة الأناضول، وبلغت الخسائر في الأرواح أقل مما توقع أي من الطرفين. وعانى الأتراك في آخر 10 دقائق من المعركة عندما حاصر الصليبيون جناحهم الأيسر، وأصيب قائد الصليبيين في هذه المعركة، إلا أنهم استولوا على المدينة في النهاية. كان لمعركة دور يوليوم تأثير بالغ السوء على أوضاع السلاجقة، إذ بهزيمتهم خسروا بعض ما كسبوه خلال أكثر من 20 عاما، إلا أنهم كسبوا احترام الصليبيين وإعجابهم بما تحلوا به من شجاعة وبما اتبعوه من أساليب علمية في فنون الحرب. وأدرك قلج أرسلان أن لا جدوى من المحاولة لوقف الزحف الصليبي، فلجأ مع أتباعه إلى التلال بعد أن خربوا القرى لحرمان الصليبيين من الاستفادة من خيراتها. ولم يعد قلج أرسلان يجرؤ بعد ذلك على مواجهة الصليبيين منفردا وجها لوجه. شكل سقوط نيقية وخسارة دور يوليوم طعنة قاتلة لهيبة تلك الأسرة السلجوقية، وطعنة لمكانتها في الأناضول، وكانتا نقطة تحول في الشؤون السلجوقية، بسبب أن الخسارة التي تكبدوها في الأرواح أو في الممتلكات كانت فادحة، وفتحت هذه المعركة الطريق للصليبيين إلى بلاد الشام، وكفلت لهم سلامة المرور عبر آسيا الصغرى، ونجحت بيزنطة في استرداد الجزء الغربي من الأناضول التي خسرته بعد سقوط نيقية بأيدي السلاجقة. وأدت عملية الاسترداد إلى تغير مهم في خريطة الأراضي، وحرمت الخسارة السلاجقة من امتلاك هرقلة وقيصرية، بالإضافة إلى أن مملكة بالدوين التي أسسها الصليبيون في الرها وضعت حدا لتوسع السلاجقة شرقا، كما أن وجود قوة نورمانية على شاطئ البحر المتوسط حرمت السلاجقة من الاستفادة من الشواطئ الجنوبية الغربية. و
وإذا كان عليهم أن يستمروا فإنهم لابد أن يعيدوا سيطرتهم على الأناضول ويصبحوا أسياده مجددا، وبذلك تراجعت قوة السلاجقة، فقد ساءت علاقتهم بسلاجقة الشرق كذلك. ولا جدال في أن معركة دوريوليوم احتلت مكانا بارزا في تاريخ الحملة الصليبية الأولى، فهي أول صدام عسكري كبير بين الصليبيين والسلاجقة، وتحقق الانتصار للصليبيين على نحو كان فاتحة توسعات صليبية غير مسبوقة، وقد أفاد الصليبيين في ذلك كثرتهم العددية وحسن تنظيمهم في حملة الأمراء، ناهيك عن استبسالهم في القتال.